معلش زي بعض وطول بالك علي. اتفضل. طيب يعني انت عايز تقول لي ان عمال شركه كارير مثلا او عمال شركه تويوتا او شركه مرسيدس لو صاموا هتبقى قدرتهم الانتاجيه زي قدرتهم الانتاجيه هم قاعدين ساعه الغداء ويروحوا ساعه الغداء ويرجعوا ويشربوا وبتاع؟ ايه اللي يمنع في هذا يا استاذ محمد؟ معلش يعني ايه اللي يمنع ما دام هذا اراده عندك؟ انا بتكلم على قضيه الاراده، انا هديك مثال بسيط. ماشي. على قضيه الوسع يا استاذ محمد، الله عز وجل في الايات ربنا لا تحملنا ما لا طاقه، وبقى لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ طب الوسع ده مين اللي بيتحكم فيه؟ مين اللي بيتحكم فيه؟ ده سؤال. انا هدي مثال حضرتك، مثال بسيط جدا. اتفضل. واحد طالع من المستشفى عامل عمليه، ماشي كده، عامل عمليه وطالع ماشي من المستشفى على معكزينه معايا حضرتك. ايوه. طيب لقى كلب بيهوهو عليه وداخل عليه هياكله، هيعمل ايه دهوت؟ هيجري. طب جات له الطاقه دي من ايه؟ لان الحدث هو الذي يصنع الطاقه. فاحنا لو ربنا الناس على مين قيمه الصيام ومعنى الصيام، كل انسان هيعرف ان هو ماجور على عمله، فسيسعى ان يحقق العمل افضل مما يكون. انت كده شيخ مش اقتصادي. لا انا بكلمك او شيخ، هو الاقتصاد الاسلامي. انا يشرفني ان انا اكون شيخ والله. بس هو أيوة بس انا متبعوا الشريعه. انا فاكرك هتقول لي بقى ادم سميث قال والجماعه بتوع الاقتصاد الليبرالي قالوا على التخصص وتقسيم العمل، وماله المشكله؟ ما احنا عندنا تخصص وتقسيم عمل. لكن انا بكلمك على واقع بدك. الصيام ازاي خير معين للانتاج يا دكتور؟ انت كاتبها في الكتاب. ما انا بقول خير معين للانتاج، لان انا دلوقتي بيربي فيها الاراده. خدت بال حضرتك ان العمل عباده لله عز وجل. انت بتطلع الصبح يا دكتور؟ طيب بطلع، ما بروحش ليه؟ بروح جاي شغل عادي الصبح. ايه المشكله؟ الصبح الساعه كام؟ الصبح ممكن على 9 ممكن على 10 حسب ظروفك. تروح عادي وانت صايم؟ عادي ما عنديش اشكاليه. وبتدرس وانت صايم؟ احنا دلوقتي امتحانات طبعا، يعني في امتحانات. انا ما اعرفش حاجه. لكن بتروح اللجان يعني وتروح تلاقي ما فيش اي مشكله فيها يا استاذ محمد. يعني انا مثلا عندي يوم الجمعه مراقبه ممكن لحد الساعه ان كان اظن 5:30 ولا حاجه، ولا 5 مساء. اصل انا ليه بسالك السؤال ده؟ سهل قوي ان الشيخ يبقى قاعد طول النهار يقول لك وان والصيام وما اشتغلش حاجه بالنهار. بص زي حالاتي يعني. ما هو انت دلوقتي انت يعني. معلش تنظم امورك في هذا الاطار مع احترامي. يعني دلوقتي هو الناس مطلوب منها دلوقتي، يعني ما هقول لك حاجه. طب ما الناس كانت بتعمل زمان، كنت بشوف الكلام ده في الريف عندنا، ورديات بالليل وتقلل الورديات في النهار. لا انا بكلمك على طالب. انا دلوقتي طالب او حد بشتغل في النهار، بطلع الصبح الساعه 7 الصبح، يعني ببدا الصيام من اوله. ما هو طبيعه العمل لو ليس عمل شاقا، ما هو على الذين تقناه في ديات طعام مسكين، والفقهاء اتكلموا في كده. لكن لو عمل طبيعي زي العمل بتاعنا اللي احنا فيه، ايه الاشكاليه فيها يا استاذ محمد؟ لكن بتطلع يعني، ده اللي كان هدفي يعني. إشكالية. لكن بتطلع عادي. اللي عنده عمله يوصل له لعمليه الافطار، دي قصه ثانيه. طيب حضرتك بتقول هنا تبقى اللي هو الفقهاء، مش انا مش فقيه. طيب حضرتك بتقول هنا تبقى لقوله تعالى ان الله كتب الاحسان في كل شيء. جميل. مظبوط. وايه ثانيه بتقول او حديث ثاني بيقول تقريبا يا ان الله يحب، لا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ايه علاقه ده بالانتاجيه في الصيام؟ جميل جدا. شوف يا استاذ محمد، دلوقتي قضية الإحسان، إن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، الإتقان يعني في كل شيء. خدت بالك؟ والحديث الثاني إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً إن إيه؟ أن يتقن. هذا الأساس عندنا في الإسلام، إذا كنت حضرتك بتعمل عمل لابد تتقن إيه؟ هذا العمل ده الأساس عندنا. طيب. فإحنا النهارده بنقول لكل صايم بيعمل، مش بس إن أنت تعمل، المهم مطلوب منك كمان إتقان العمل، ويكون رمضان فرصة لك لإتقان العمل في رمضان وفي غير رمضان. ليه بقى أعمل كده؟ ليه اعمل كده ازاي؟ ليه اتخن قوي كده يعني؟ لان طبعا شيء طبيعي، انت النهارده لو بتعمل سلعه، لو انا بقول لك على بدله زي دي، البدله دي دلوقتي في مصنع بيطلعها، هل الواجب يطلعها فيها عيوب ولا الواجب يطلعها؟ لا يطلعها مظبوط. الله ينور عليه. ولذلك اليابان يا استاذ محمد، كيف وصلوا اليابان الى ما هم فيه؟ وصلوا بالحفاظ على قضيه الاتقان. بالصيام. مش قضيه الصيام، انا بتكلم على معنى الاتقان. معايا حضرتك؟ الصيام برضه بيحس على الاتقان. معلش يعني هو مكمل لهذا يعني لما يجي الرسول في الحديث القدسي يقول لك كل عمل ابن ادم له الا الصوم. فإن وانا اجزي ايه؟ طيب انت النهارده لما تستشعر ذلك وانت في عملك، وانت راجل صايم بالصوره دي، ان ربنا عز وجل جعل جزاء هذا الصيام كل شيء الا الصيام فانه لله عز وجل، ده بيديك مسؤوليه اكبر تجاه دينك وتجاه وطنك وتجاه ربك قبل الكل في هذا الإطار. فاحنا بنتكلم دلوقتي احنا ناخد من رمضان فرصة لإتقان العمل في هذا الموضوع، فرصة للإحسان. أيوة. الإحسان بس مش في السلعة، أيضا الإحسان مع العمال اللي احنا بنشغلهم يا أستاذ محمد. ما هو دي مهمة جدا.